الأعلام الفرنسية اليوم نقلت خبر تأكيد مقتل الإرهابي البلجيكي أبعود، هل من تفاصيل جديدة؟ صحيح، منذ قبل 25 دقيقة بالضبط تأكدت السلطات الفرنسية من مقتل عبد الحميد أبعود، وهو البلجيكي الذي 28 سنة، الذي قيل أنه هو العقل المدبر لكل عمليات وهجمات باريس. قيل أنه البارحة وجدت جثة بالقرب من جثة المرأة التي نسفت نفسها بحزام ناسف أو فجرت نفسها بحزام ناسف، ولكن بقيت الجثة الأخرى مجهولة الهوية إن صح التعبير. وهو عبد الحميد أبعود هو شخص عرف عند السلطات البلجيكية بسطوين مسلحين سنة 2010 و2011، وبذلك يملكون بصمته الوراثية والأديان كما نقول. وبذلك السلطات البلجيكية البارحة مساء أرسلت هذه البصمات إلى الجهات الفرنسية للتأكد من إن كان هو أو لا. نذكر فقط البارحة قد أكدت السلطات الفرنسية أنه ليس ممن ألقي القبض عليهم، بما يعني أنه لم يكن من بين ثلاث أشخاص الذين ألقي القبض عليهم، ولكن بقيت الأخبار غير مؤكدة عن احتمال أنه هو الشخص الذي لم يتعرف عليه. وقال اليوم أكدت السلطات الفرنسية أنه بالفعل هو الشخص الذي وجدت جثته البارحة، في حين أنه لم يتم التحديد إن كان قد مات أو انتحر بحزام ناسف هو الآخر أم إنه مات برصاص الشرطة الفرنسية. نعم، شكرا جزيلا لك هدى فتوان على هذه التفاصيل. شكرا لك، مع السلامة.